وتنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة بثينة خليفة قاسم، أستاذ في العلاقات الدولية بجامعة البحرين. أهلا بك دكتورة. لو تحدثينا عن أهمية القمة الخليجية 45. مساء الخير. في واقع الأمر هذه القمة لها أهمية كبرى من وجهة نظري. أعتقد أنه أنظار العالم قاطبة تترقب ما تتمخض عنه القمم الخليجية بشكل عام من توصيات وقرارات لعدة أسباب. السبب الأول هو أنه مجلس هذه القمم أثبتت للعالم بأسره أن التكتل العربي الوحيد الذي استطاع أن يصمد قرابة 4 عقود من الزمان في وقت انهارت فيه العديد من التجمعات العربية. هذه أولا. ثانيا، أهمية هذه القمم أيضا تنبع من وعي قادة المجلس حفظهم الله في الوقت الراهن بأن الرهان اليوم لم يعد حكرا على دولة بمفردها، وإنما العالم في طريقه نحو التكتلات والاتحادات، وكما تعلمون في الاتحاد قوة، ونحن الآن في عالم متعدد الأقطاب. مجلس التعاون الخليجي الذي أنشئ منذ العام 1981 انبثق أو تشكل في ظل بيئة إقليمية غير مستقرة، وأستطيع القول من هذه الظروف غير المستقرة التي صاحبت نشأة المجلس، مثلا اتفاقية كامب ديفيد 1978، خروج مصر من الجامعة العربية، تصدير إيران للثورة خارج ربوعها، الحرب العراقية الإيرانية، حرب 8 سنوات. كل هذه المحطات وأكثر دفعت بالقادة المؤسسون الأوائل طيب الله ثراهم للتفكير جديا في حماية شعوب هذه المنطقة، شعوب هذه المنطقة ذات الخصوصية، تلك الخصوصية التي تستمدها من طبيعة النظم السياسية الحاكمة. فجميع دول مجلس التعاون الخليجي تخضع لأنظمة سياسية ملكية، وللنظم الملكية سمات مشتركة وشرعية تاريخية تكاد تكون واحدة، ناهيك طبعا عن سمة توظيف القدرات النظام السياسي بما يعود بالنفع على المواطنين، وأخص بالذكر هنا القدرة التوزيعية. أهمية القدرة كذلك تنبع من وجهة نظري أنها تستمدها اليوم من الظروف الإقليمية والدولية المحيطة بها، حيث التغيرات المستمرة، هذا التغير الدائم والمستمر دفع بقادة المجلس اليوم حفظهم الله بطرح مبادرات وتوحيد رؤى، لا سيما في قضايا هامة كالأمن الإقليمي مثلا، والتكامل الخليجي، ومواجهة التحديات العالمية كالتغير المناخي. اليوم مثلا قضية كالتغير المناخي والاحتباس الحراري، هذه قضية لا تستطيع دولة بمفردها مجابهتها، إنما هي تحتاج إلى كثير من الجهود والتعاضد في وجهات النظر المشتركة. لأنها طبعا أي ضرر فيها ينصب على كافة أقطار المنطقة وليس على دولة بعينها. هنالك أيضا لو حبينا نتكلم عن أهمية القمة على الصعيد آخر، على الصعيد الدولي على سبيل المثال، في واقع الأمر تطرق اليوم صاحب السمو الشيخ مشعل الجابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله إلى مسألة غاية في الأهمية، ألا وهي مسألة الالتزام الأخلاقي لنصرة القضية الفلسطينية، منوها طبعا باستضافة المملكة العربية السعودية للقمتين الإسلاميتين غير العادية الداعية لإقامة دولة مستقلة تعود لحدود 1967 عاصمة القدس الشرقية، خصوصا أن الاحتلال الإسرائيلي كما تعلمون في طريقه للتوسع، وما تشهده لبنان أو ما يشهده لبنان اليوم دليل قاطع على ذلك. كذلك تم الاستشهاد بأهمية تفعيل مبادرة مملكة البحرين في عقد مؤتمر للسلام لدعم الشعب الفلسطيني وتوحيد المواقف من الإدارة الأمريكية القادمة. نعم دكتورة بثينة خليفة قاسم، أستاذ في العلاقات الدولية بجامعة البحرين، شكرا جزيلا.